هنشوف مع بعض الموضة بتاعت الصيف لتجار البشر، التخسيس وإنزال الوزن علشان ننفض من ذاكرتنا ذاكرة السمك الإعلانات التجارية، الإعلانات الوهمية، البرامج المدفوعة الثمن، الأشخاص الوهميين اللي بيمثلوا إن هم أطباء وهم ليس لهم علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد. لازم نعي أن التخسيس طب، لازم نعي أن التخسيس لابد أن يكون بطريقة طبية آمنة، وده اللي إحنا هنشوفه مع المداخلة القادمة من حلقة سابقة نشوفها مع بعض. وركزوا معاها كويس جدا، شوفوا خسيت من إمتى، رجعت تاني، أثار جانبية حصلت، في حرمان حصل، اتعاملنا إزاي، ركزوا في هذه النقاط ونرجع مع بعض نتحدث عن جوانبها الطبية سويا. أهلا بحضرتك. أنا كنت وزني يا دكتور 114 كيلو. تمام. 114 كنت تعبانة جدا جدا، كانت رجليا ما كنتش بقدر أحطها على الأرض، وكنت زحت يعني دكاترة عظام كتير. والدكاترة العظام قالوا لي لازم تعملي الجيم، والجيم يكون كويس على إيد استشاري باطنة. تمام. فأنا عملت الجيم قبل كده وما كانش بيعمل نتيجة. المهم كانت رجليا ما كانتش يعني، كانت وجعاني جدا التعب رجليا وركبي. وأول ما رحت لحضرتك قلت لي إحنا إن شاء الله نبدأ بالرجيم وبحجامة. بدأت مع حضرتك الرجيم، ودلوقتي بفضل الله انا وصلت لحد 76 كيلو، مش مصدق نفسي والله العظيم. بقالي مع حضرتك من شهر 11. تمام. من شهر 11 بقالي حوالي 10 شهور كده. كويس. فانا بصراحه ما كنتش مصدق الناس اللي بتنزل والناس اللي بتتكلم في البرنامج. كنت بحسب يعني سامسون، يعني كنت بحسب حضرتك بتديكم فلوس عشان تتكلموا واحنا نزلنا، يعني ما كنتش متوقعه اصلا ان الناس بتنزل كميه الكيلوات دي. انا كنت ممكن يعني 5 كيلو 6 كيلو، لكن اوصل 38 كيلو بفضل ربنا ثم اشوف حضرتك. يعني بصراحه ربنا يبارك في عمرك، ده اعجاز فعلا. ربنا يحفظك يا رب. يا دكتور اول مره نزلت 8 كيلو اول ما دخلت عند حضرتك لو تذكرني. تمام. بقول لحضرتك انت حاطط ايه في الاعشاب يا دكتور اسامه؟ الاعشاب دي فيها سحر. قعدت تضحك، قلت لي يا مدام فاطمه ده كله بتاع ربنا واحنا مالناش نفسنا حاجه. ونعم بالله، نعم بالله. الحمد لله. انا بس كان نفسي يكون زوجي موجود، وزوجي متوفى والله بقاله شهرين، كان بيشجعني ان انا اعمل رحمه الله عليه، رحمه الدوام لله عز وجل، عظم الله اجركم، رحمه الله عليه. ربنا يبارك طبعا يا رب. ادعوا لي يا دكتور طبعا، ادعوا لزوجي بالرحمه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه يا رب. طبعا بشكر حضرتك جدا 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 ان انا وصلت للوزن ده بصراحه، يعني بفضل ربنا طبعا وبفضل حضرتك. ويعني انت بصراحه يعني ربنا يبارك في عمرك يا صاحبتي، والله هي اللي ادتني. قلت لها انا مش يعني ازاي انا اروح عند دكتوره اكشف ازاي الرجيم، وتقول لي دكتوره ده يعني محترم جدا وبتاع ربنا وما جربي احشيت. انا عملت قبل كده يا دكتور رجيم، الكلام ده كان حوالي 7 سنين. هو مش رجيم، كان عباره عن كده بنقعد كده على الات يعني بتاعت رياضه كده، حاجه زي كده، ونتعب ونبذل. ممكن في خلال حوالي 3 شهور ما نزلتش 350 جرام. الثلاث شهور ما نزلتش 350 جرام. ده كان مع دكتور يا ام ايمان؟ كان مع دكتور؟ كان مع دكتور والله كده، ويعني ربنا يسامحه برضك والله الحمد لله. هو يعني بصراحه كنت انا يا دكتور كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. يعني سبحان الله، كانت جدتي تقول لي زمان، تديني مثلا تقول لي ادي العيش تخبزه. يعني هو كان ما ينفعش الدكتور يروح يشتغل فران، وما ينفعش فران يروح يشتغل دكتور. فالناس تحت المسمى ان هم دكاتره وبياخدوا فلوس من الناس وما يعني الواحد يعني ربنا يسامحهم يا صراحه، ربنا يسامحهم. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم يا ام ايمان. الله يخليك يا دكتور اسامه. ويعني انا برضك يعني عايزه برضك اعمل دلوقتي في التثبيت، وعايزه انزل برضك 2 كيلو ثاني عشان ابقى قفلت ال 40 كيلو ان شاء الله. أنا إن شاء الله، الله المستعان. أنا متشكر جدا لمداخلة حضرتك وعزائي الخالص للزوج الله يرحمه. والله يا دكتور كل ما باجي أطلع على السلم والله باجي لحضرتك. ربنا يحفظك يا رب. فيها حاجة، عشان فيها حاجة أنا يعني حاجة كده كنت عايز أضحك عليك عليها. عندي ساعة حائط أتمنى على طول أتأخر، كل ما أحط الكرسي وأطلع عليها كان زوجي الله يرحمه يقول لي هتقدر تتحقق، أقول له ربنا يستر. لما طبعا لما قولي وزني خف يا دكتور بقيت اطلع واحط، بقيت امارس حياتي يعني سبحان الله، امارس شغل بيتي. يعني الواحد الحمد لله بفضل الله لما خف ووزنه خف يعني الواحد بصراحه ربنا الحمد لله رب العالمين. سؤال اخير يا ام ايمان، هل كان في اي اثار جانبيه مع الاعشاب بتاعتنا او مع التخسيس بتاعنا؟ لا والله يا دكتور. لا والله يا دكتور اسامه اطلاقا اطلاقا، يعني بصراحه ما فيش اي اثار جانبيه ليها خالص.
وكان طعمها جميل جدا، ما فيش معاها مش يعني مش طعمها كروي ولا فيها حاجه، لا طعمها جميل جدا. بس يمكن حصلت لي انا حاجه يعني بسيطه جدا، ان انا يعني اهملت في علاج الضغط بتاعي فضغط مره بس مش اكتر، كان بسبب مني انا تمام. بس، لكن الاعصاب جميله جدا جدا، وصراحه يعني ربنا يبارك في عمرك والله. ربنا يحفظك يا ام ايمان، انا متشكر لحضرتك جدا. بسأل برضه على حضرتك ربنا يبارك في عمرك، انا التجارة الريجيم، انا كان بنتي وحيدة بس هي اللي بتخدمني، وبنتي اتزوجت واولادي الاثنين دخلوا الجيش، مين اللي هيقدر ينزل يجيب طلباتي من تحت؟ مين؟ لا كنت اطلع السلم يا دكتور، ده انا هجان بشع دلوقتي، بطلع السلم بسم الله ما شاء الله، وبشيل طلباتي وبشيل حاجتي، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يتم نعمته عليك يا رب وعلى المسلمين اجمعين. وانا بشكر حضرتك جدا على المداخله الكريمه، ومره تانية اعزائي لوفاه الزوج رحمه الله عليه، اسال الله العظيم سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته ويغفر له ويحسن مدخله، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، وعنوان الطب البديل والمستحيل الجزء الثامن، وحاله من حالات التخسيس. عشان نسيبنا بس وننفض كده يعني، خلينا بقى اتكلم معاكم بالبلد بتاعنا، ننفض للناس اللي هم بيتاجروا بينا وبيقولوا لنا اعلانات وهميه، وبيقولوا لنا على كبسولات وهميه وبرامج وهميه وطبيبه وهميه. عايز الفت نظركم لحاجه مهمه جدا جدا، مفيش حاجه اسمها استشاري تغذيه علاجيه. كلمه تغذيه علاجيه مكانه المستشفى، بيشتغل في المستشفى تغذية علاجية. أنا بكتب لمريض السكر بتاعي النظام الغذائي ده هو بينفذه، بكتب لمريض الضغط النظام الغذائي ده هو بينفذه، هو ده اللي حاجة اسمها تغذية علاجية. فما ينضحكش عليكم بهذا المسمى، لأن أي حد أي مؤهل هيعرف ياخد تغذية علاجية وهو مش طبيب، ويقول لك دكتور فلاني أو دكتورة فلانية أخصائية التغذية العلاجية، كلام فاضي تماما وعلى مسؤوليتي الشخصية، لا تنساق وراء هذا اللفظ. الحاجة أم إيمان نزلت ما شاء الله 38 كيلو، نزلت من وزنها كانت 118 بقت 79، 117 عذرا، 117 بقت 79، يعني نزلة 38 كيلو ما شاء الله. اختلفت الحياة تماما معها بمعنى الكلمة، اختلفت حياتها اليومية وتفاصيل الحياة اليومية لها بمعنى الكلمة، بدون أي آثار جانبية زي ما حضراتكم سمعتوني وأنا بسألها، ودي كانت مهمة جدا جدا. بس هي قالت يعني جملة جميلة قوي قوي، وهي قد تراود كثير من حضراتكم مع احترامي وحبي وإعزازي لكم. بتقول أنا ما كنتش مصدقة الناس اللي بتتصل، وكنت متخيلة أن حضرتك بتدي لهم فلوس وكده. الكلمة دي موجودة، التصرف ده موجود، هذا التصرف موجود في كثير من القنوات ومع كثير من الأشخاص، إن هو يدي فلوس 500 200 300 أيا كان بقى حسب الحالة، يعني هيقبجوا أي مبلغ، وإن هو كان كذا وبقى كذا، وإن هو كان وزنه كذا وبقى كذا، ونعمل ونخلي ونقول ونعيد ونزيد. ده موجود؟ آه موجود. هي مدام إيمان أم إيمان نفسها بتحكي ان هي ما كانتش مصدقه الحالات اللي احنا كنا بنجيبها، والمكالمات اللي بتجي لنا على الهوا من الناس اللي بيخسوا الحمد لله رب العالمين، واعتقد ان كل ده كلام فاضي وكلام مدفوع الاجر، وانا لا الومها ولا اعتب عليها لان ده موجود فعلا، ولكن هي جربت بنفسها وبفضل الله سبحانه وتعالى نزلت 38 كيلو بسم الله ما شاء الله. خدت علاج سابق من قبل؟ ايوه خدت علاج سابق من قبل، في خلال 3 شهور نزلت 350 جرام، يعني ما حصلتش نص كيلو. ده كده اللي انا بقول عليه حضرتك في حاجه اسمها اخصائي تغذيه علاجيه، ده كلام فاضي تماما تماما بمعنى الكلمه. لازم ان انا حتى دكتور العظام لما شافها قالها لازم تخسي مع استشاري تخسيس، يعني حد بيفهم في التخسيس، حد متخصص في التخسيس. احنا عملنا لها حجامه علشان العظام ونزلنا الوزن اللي احنا شفناه، كانت كل ما بتطلع السلم بتدعي لي، وده كفايه عليا الحمد لله رب العالمين.